ويلي 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 وصلوا خبر يا عالم هذا بالحال علاوي ما يخاوي بس رجال يا ولي عسوس سورية ما بدلت والله بكل المال نرجع الحضن سورية بإذن الرحمن الذوق عايد يقسم هزي هزي يا ولي تيشوفونك عراقيين انعجبك حيام سوري حيام سوسو سوري عايد الله 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 انتي مثل الفراشة والله ورقة اعطيني عنوان الفندق واسم الشقة اضحاتوا نتواعد بدبي بشارع الرقة اني وانتي نطلع الليلة العمان أنا بعشق الصبايا مثلي ما صار أنا عارف المزة وجامل خمس انكار عينك علي يا بني ومثل الرادار عينك على عايش سالم وعجلان يا عمو اسمع 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 جوالات ودراهم بيبسي وريد بول تنقل على الرقاص اسمع يا مهبول هو اللي يعشق رقاصة فعلا مسطول ينقل برقر كنتاكي يطلع خسران لا شم من الشفنة ولا بوسة شرق أسوي وهي الفندق محبوسة ها أصيل بارون معرضة لا شم وين أبو عوض لا شم لا 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 شم من الشفنة ولا بوسة شرد أسوي وهي بغرفة محبوسة أحلى حموري حكي الهاتف ما ينفع يا محروسة بس عالفاضي ويخلى الجسم عالقان اسمع اسمع اسمعي عادت عضينا الشفة مدري شهوة اني طبعي رومانسي على المسرح اهوة احلى عايد احلى ايام سوريا الذوق عايد احلى ابو حصة احلى فواز احلى سالم احلى عجلان ذوقك عايد كل سهرانين ويلي عادت عضينا الشفة مدري شهوة عايد طبعي رومانسي على المسرح يهوة اليوم انزل عد ماما لاشرب قهوة علشانك تعنيت من دبي العمان ها ها